وحده الاختيار يصنع الفرق. يحدث أن نتساءل حين نتابع أحداثاً كبرى مثل الكوب 26، ماذا يمكنني أن أقدم؟ أن أفعل كثرت؟ كثيرون ممن يرغبون في المساهمة في إنقاذ الأرض من تبعات التغير المناخي قد يجهلون تماماً أن اختياراتهم الشخصية كل يوم يمكن أن تفاقم أو تحد من أزمة المناخ. أليست الشعوب التي لا تأكل مما تنتج ولا تلبس مما تنسج كحوادث عابرة في العالم لا أمن لها ولا سيادة لها ولا استقلال لها؟ الإمبريالية ليست بعيدة عنا. لننظر إلى الأطباق التي نأكل فيها، هي موجودة في صحوننا، في الأرز المستورد الذي نأكله. لعل حكمة الرئيس البوركينابي السابق توماس سانغارا ممتدة في الزمان، فكلما أردنا ارتكاب خطأ ما لا يصبح خطأ بل قرارا واختيارا. إن كان اختيار الحكام والسياسات إبقاء تبعية باستيراد مواد أساسية يمكن زراعتها محليا، فاختيارك أنت كمستهلك هو الفاصل. ليست سهلة عملية الانتقال نحو استهلاك منتجات غذائية صديقة للبيئة أو شراء ملابس مستدامة، لكنها ممكنة. تبدأ بخطوات صغيرة بسيطة. لو غيرنا الطريقة التي نأكل بها واستهلكنا اللحوم بشكل معتدل وفقاً لنظام الحمية المناخية، لن نحسن صحتنا فحسب، بل سنساهم في إنقاذ الكوكب عبر تقليل من الإنتاج العالمي من اللحوم. رغم ثمن قد نعتقد أنه مرتفع كثيراً، لنعكس المعادلة، لنستوعب فعلاً أخلاقياً تجاه أنفسنا أولاً والأرض التي تتحملنا. قد نتفاجأ إلى أي درجة التغير المناخي هو أهم قضية في الحياة. كافة أساليب حياتنا المتعلقة بوسائل النقل باختلاف أنواعها، أو الطريقة التي ننتج بها طعامنا، أو المواد التي نتجمل بها أو نبني بها مدننا، كل شيء مما يشكل رفاهيتنا يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون، مركب كيميائي يبقى عالقا في الهواء، هو من يسبب التغير المناخي. منذ 30 عاما من التداول في قضايا البيئة لم نحرز أي تقدم لسبب رئيس، هو الحاجة إلى النمو الاقتصادي. اقتصاد البلدان يعتمد على ما ينفقه المستهلك. يتطلب ذلك أن تؤمن الشركات التجارية المنتجات للزبائن، مستخدمة طبعا المزيد من المواد الأولية. وهكذا ندور في حلقة مفرغة البيئة فيها هي الضحية. تخيل أن الحياة الجيدة حياة أبسط، ليست حياة ننتج فيها أكثر وأكثر، أسرع وأسرع. يمكننا أن نحاول التكيف مع نمط حياة قائم على خفض النمو عن طريق شراء عدد أقل من الأشياء. فشروط الاستهلاك كما هي اليوم تملي علينا عملنا ولهونا وأسلوب الحياة بشكل عام. نعتقد أنها تمنحنا الاختيار، والواضح أنها لا تفعل. عندما نبسط الحياة تكون قوانين الكون أبسط. وحده الاختيار يصنع الفرق. اختر أن تستهلك محليا، أن تصنع محليا، أن تعيش لمحيطك ومنه وفيه. المستقبل لا يبدعه القادة في مؤتمرات دولية، تخلقه أنت ونحن كأفراد بضمير واع بكل تفصيل. لأن الإدراك الإيكولوجي إما أن يكون فردياً مجتمعياً أو لا يكون. إن كانت العولمة اليوم لا تزال صالحة لشيء ما، فلعولمة الاحتجاج البيئي وعولمة الوعي البيئي. حقبة جديدة من تاريخ البشرية دخلت بالفعل. ما علينا إلا أن ندرك أمراً، البيئة عطية وإرث مشترك، علينا إدارته لا القضاء عليه.